التعاون مع وزارة الموارد المائية والري كبير جدا يا فندم في مشروع تطوير أو تحديث الري في مصر. بقالنا سنين بنتكلم في الملف ده، لكن النشاط الحقيقي بدأ مثلا من حوالي 6 شهور 4 شهور. رايحين فين في الملف ده يا فندم مع تبطين الترع اللي شغال؟ ده مشروع كبير جدا. هو خلينا نتكلم عن إن إحنا كدولة بنعاني من الفقر المائي. الفقر المائي ليس مرتبط بموضوع سد النهضة فقط، ولكن أنت شايف الزيادة السكانية اللي بتتم، شايف التوسع ومشروعات الأمن الغذائي، التوسع الأفقي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب، فلابد أن أنت تحصل توسع، وبالتالي احتياجاتك الموارد المائية بتزيد، وبالتالي كان يجب أن احنا نشتغل على مسألة ترشيد وتعظيم كفاءة. إيه الهدف من دور وزارة الزراعة ودور وزارة الموارد المائية؟ أن احنا نعظم كفاءة استخدام وحدة الأرض ووحدة المياه. طب تين الترع ده مشروع كبير، أن أنت أولا بتؤدي إلى أن أنت بتقلل نسبة التسرب، بتقدر توصل المية في نهايات الترع، وبالتالي بتبقى في عدالة في التوزيع. ده يوازي مشروع كبير، المشروع القومي للطرق ده فعلا زي المشروع ده، لأن انت برضو ده مشروع المية، ده مشروع كبير. فطبتين الترع. الحاجة الأخرى ان محاور ترشيد الري وتعظيم كفاءة استخدام الري مجموعة من المشروعات وليس مشروع واحد. طبتين الترع، طبتين المسائي والمراوي وتحديثها، تحديث شبكة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وهكلمك عنه دلوقتي، أيضا مسألة استخدام أساليب زراعية جديدة زي الزراعة المصاطب وزي التسوية بالليزر، كل دي محاور على بعضها بتأدي إلى يعني إيه تعظيم كفاءة استخدام المي. إحنا اشتغلنا، إحنا عندنا حوالي 9.4 مليون فدان الرقعة الزراعية، حوالي 3.3 مليون فدان أرض جديدة، ده كانت كلها عبارة المفروض كلها بطرق الري الحديثة، كان فيها حوالي 2.2 مليون فدان بتروى بأساليب الري الحديث، كان فاضل 1 مليون فدان. احنا ووزارة الري، وزارة الزراعة ووزارة الري بدأنا في تنفيذه من حوالي 7 شهور، ان شاء الله انتهينا من حوالي 70% منه، يعني فاضل فيه 3.3 حوالي 300,000 أو 400,000 فدان ان شاء الله ننتهي منهم قريبا. لكن كان الموضوع كله مرتبط بالأرض القديمة، الأرض القديمة اللي هي 6.1 مليون فدان، احنا عندنا حوالي 2.1 أو 2 مليون فدان في الأرض في الساحل في المنطقة الشمالية، وبالتالي دي بنستخدم فيها أساليب حديثة وتطوير الري الحقلي وليس استخدام النظم الري الحديثة، لأنها قريبة من سطح من المياه البحر، وبالتالي ما تقدرش تطبق فيها هذه النظم وإلا تؤثر على درجة ملوحة التربة، وبالتالي هنستخدم فيها آليات أخرى. فالمساحة اللي فضل عندنا حوالي 4 مليون فدان في الأرض القديمة، عندنا تم تحديث تطوير حوالي 300,000 فدان، يعني المساحة المتبقية حوالي 3.7 مليون فدان. إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، إحنا الأسبوع اللي فات أطلقنا مبادرة وتم التوقيع تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ما بين وزارة الري ووزارة الزراعة ووزارة المائية والبنك الأهلي والبنك الزراعي تحت برضه متابعة من البنك المركزي، إن إحنا هنقدم تمويل للمزارعين لاستخدامه في تحديث نظم الري وتطويرها. التمويل ده على 10 سنين وبدون فايدة. ده عظيم. لك أن تتخيل إن واحد هنعمل له، هنقدم له تحديث وإيه وإشراف فني متكامل سواء من وزارة الري أو من وزارة الزراعة على المشروع مجانا. لك أن تتخيل إن أنا بدفع الفلوس النهاردة وبستردها على 10 سنين بدون فايدة، وبالتالي القيمة الحالية النهاردة كأن الراجل بيسدد 50% من الفلوس، لأن بيسدد القيمة الحالية للنقود. صحيح. وبالتالي ده مشروع أعتقد بهذا الأمر الدولة بتتحمل، وهذا التمويل بضمانة وزارة المالية، أعتقد مفيش أكثر من كده تيسير. أرجو بقى على المجتمع المدني وعلى الجمعيات التعاونية اللي يجب إنها والتعاونيات يجب اللي يبقى لها دور كبير، لأن ده مشروع هيتم، خاصة إحنا بنعاني من مسألة التفتيت الزراعي، لابد إن التعاونيات يبقى لها دور في هذا الأمر ويتم الإشراف والتنفيذ تحت إشرافها ومتابعتها، لأن ده مشروع كبير ومشروع قومي.